اتجه الآن إلى المتسابق حذيفة بولاكي من جزيرة موريشيوس، نشاهده سوياً على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله حذيفة بولاكي من جزيرة موريشيوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن المتسابق حذيفة بولاكي، تعليقكم شيخنا؟ إن شاء الله. هل تعرف أين جزيرة موريشيوس؟ يعني أنا لا أعلم. أسمع عنها جزيرة موريشيوس، لكن لا أعلم والله أين تقع. يعني هل هي في المحيط الهندي ولا في فين، قريبة من أفريقيا أو في المحيط الأطلسي؟ ما أدري. يعني أن يوجد في هذه الجزيرة من يقرأ القرآن بهذا الإتقان، والله شيء جميل، والله شيء جميل. وأقول لك يا حذيفة كما قلت لزميلك الذي من الصين، لو كنت قريبا مني لأمسكتك حتى تتقن، ثم تعود إلى موريشيوس وتنشر الإتقان لقراءة القرآن في تلك الجزيرة. بارك الله فيك يا أخي، الله يرضى عليك ويسعدك. ابني، سأنبهك على بعض الأشياء في تلاوتك فانتبه لها. في شيء اسمه في القراءة الأزمنة، يعني ما يصح أن يسرع الإنسان هكذا فجأة. انتبه، لابد أن يعطي كل حرف حقه من الزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل حرف له، ما يصح أن تقول من الشيطان، تخطف الياء هكذا. ويبشر المؤمنين، ما بيصير تقول ويبشر المؤمنين، لا، ويبشر المؤمنين، ويبشر. كل حرف يعني لابد أن يكون واضحا. كذلك من ربكم، انظر هذه الكلمة، هذه رائين، ربي هذه باءين، فلا بد من بيان الرأين والبائين. من ربكم. الأمر الثاني، كما قلت للسيدة هند منذ قليل، قل يؤمنون ولا تقل يؤمنون. لا، أو ما في بالعربي، أو لا يوجد، أو
يؤمنون، هذه الواو التي تلقيناها والتي يتكلم بها العرب. والحساب ب ب ب آخرها باء من الشفتين، لا تقول والحساب، لا تأتي بهمزة في آخر الكلمة. بارك الله فيك، نحن سعداء جدا بسماع تلاوتك، وأسأل الله لك مزيد التوفيق، وأسأل الله أن تختفي كل هذه الملاحظات من تلاوتك، وأن تحفظ القرآن كله، وأن تكون معلما لكتاب الله عز وجل في جزيرة موريشيوس. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.